لكن ده ماذا عن الشارع الإسرائيلي الآن؟ يعني بعد هذه الاستقالة التي كما ذكرت استبقت أي محاولة ضغط أمريكي عليه للبقاء في حكومة في مجلس الحرب، يعني ماذا يقول الإسرائيلي في الشارع الآن؟ كيف استقبل فكرة أن وزير الخارجية سيجتمع بأسر الرهائن الأمريكيين وحسب؟ يعني كيف هي الأجواء؟ هذا ما يخيف نتنياهو. لماذا؟ لأن هنالك تهمة جديدة ستوجه إلى بنيامين نتنياهو، وهو أن الإدارة الأمريكية تولي اهتماما، تخاف على حياة مواطنيها، لذلك ستحاول التوصل إلى هدنة أو إلى اتفاق يفضي بالإفراج عنهم. مقابل هذا هنالك أصوات من داخل الشارع الإسرائيلي، من داخل كابينيت الحرب، كلها تنادي وتستنجد في بنيامين نتنياهو للموافقة على هذه الصفقة، وهذا بالفعل سيبرهن هذا يؤكد على فكرة دانا أن الأسرى أو المحتجزين الإسرائيليين لا يحتلون أهمية أو أولوية في جدول أعمال نتنياهو. بالفعل، وهذه أهم الاتهامات التي وجهها الشارع الإسرائيلي إلى بنيامين نتنياهو، أن سلم أولويات الحكومة الحالية يختلف عن اهتمامات الشارع الإسرائيلي. سلم أولويات هذه الحكومة متمثل في القضاء على القدرات العسكرية، أن لا يشكل قطاع غزة خشية أمنية على مستوطنات الغلاف، ومن ثم الحديث عن ملف المحتجزين. كان في ترتيب أولويات نتنياهو رقم 3 هذا الملف. في المقابل الشارع الإسرائيلي ينظر إليه بأنه المركز الأول، ولربما هذا السبب الذي دفع غانتس إلى الاستقالة، هو أنه يجب العمل على تحقيق هذا النصر المتمثل بدفع أثمان، حتى وإن كانت وقف الحرب هي الثمن لهذه الحرب، ولكن يجب أن تتوقف هذه الحرب للمضي قدما في هذه الصفقة. تداعيات استقالة غانتس بسبب رفض بنيامين نتنياهو تمرير هذه الصفقة سيكون لها الأثر الأكبر في طبيعة الحال على الشارع الإسرائيلي، وهذا متوقع من زيادة أعداد المتظاهرين في الأسابيع القادمة. منى، نعم، بشكرك شكرا جزيلا الزميلة دانا أبو شمسية من القدس المحتلة مراسلة القاهرة الإخبارية، شكرا جزيلا لك.